هاي. معظم الناس تستخدم شبكة الإنترنت للبحث عن أعراض الأمراض، ولكن ممكن يتحول الموضوع عن بعض الناس لهوس أو لحالة مبالغ فيها من البحث عن الأعراض الصحية والقلق بدون داعي من أي مرض بيتم البحث عنه. هالشي معروف بسايبر كوندريا، وبتدل الدراسات إنه الأشخاص يلي ما بيهتموا عادة بصحتهم ممكن مخاوفهم تتصاعد بعد إجراء بحث أولي على الويب. في عدة أعراض للسايبر كوندريا، وبتشمل الإفراط بالبحث لفترة زمنية طويلة جداً عن أي مرض، صعوبة بالتحكم أو إيقاف أو منع البحث عن هالمرض، الحزن، الضيق، القلق أو الخوف، والضعف العام وتأثير الموضوع على الحياة اليومية. القلق المستمر حول الصحة حالة نفسية بتصيب كتار، والسايبر كوندريا هي أحد أشكالها. مين قال إنه البشر مختلفين فيزيولوجياً؟ وجواب كل المخاوف الصحية عند الطبيب وحده؟ أنا قال. شوفكم بكرة.